بغداد حب، بغداد سلام، من خلالي، من خلال كل المتطوعين نوصل رسالة لكل شباب العالم، نوصل لكم سلامنا وحبنا. مهرجان بغداد دار السلام طبعا احنا بسنتنا التاسعة على التوالي، الحمد لله من سنة 2011 لحد هاي السنة احنا كل سنة العدد يزداد، عدد المتطوعين. طبعا احنا عندنا استمارة على الانترنت، السوشيال ميديا، فيسبوك، انستغرام، تويتر، وعندنا موقع الرسمي الخاص بالمهرجان. ب 2011 احنا بلشنا ب 500 متطوع ومتطوعة من بغداد. بلش التطوع طبعا يعني هم عن طريق المعارف، وواحد يساعد الثاني وواحد يبلغ الثاني. بعدين انتشرنا سنة عن سنة، يزداد عدد المتطوعين، كانوا بس من محافظة بغداد فقط، صارت هسه من جميع محافظات العراق كلهم يجون لبغداد. وطبعا مهرجان بغداد دار السلام انطى الفرصة لباقي المتطوعين انه يسوون مهرجانات باقي المحافظات. اتوقع اليوم شعبنا العراقي بحاجه لمثل هيك مهرجانات، هيك مهرجانات تدعو للحب، تدعو للسلام، ترفض فكره الطائفيه، ترفض فكره الكراهيه بين الشعب. اليوم مثل ما تشوفون بالمهرجان بغداد دار السلام للموسم التاسع على التوالي، جمعنا متطوعين اكثر من 500 متطوع من مختلف مناطق العراق. من اهتم لخلفية المتطوع المذهبية أو العرقية أو انتماءاته، كل همنا أنه نجمع شباب متطوعين، شباب عندهم أفكار، شباب يحبون يوصلون رسالة حب، رسالة سلام، وتحسين الصورة السلبية المأخوذة عن بغداد. يعني بحيث هسه احنا كنا عندنا الأكشاك منتشرة بكل المهرجان، البوثات يعني هي منتشرة من ناحية التعليم، من ناحية الصحة، يعني بوثات تعليمية وثقافية وتوعوية. البوث مالتنا هو رسم حنة وميداليات. طبعا احنا كل مناسبة اي شخص يروح لها لازم تكون عنده ذكرى عنها، لازم تكون عنده ميموريز عنها. فاحنا اللي يجي لهذا المهرجان حيلقى عندنا ميداليات، هاي الميداليات حتبقى ذكرى انه هو كل ما يشوفها حيتذكر انه هو راح بفلان يوم مهرجان بغداد دار السلام وشارك في شيء بسيط، لانه هاي الاعمال كليتها الريع مالتها حيروح الاعمال خيريه. الحمد لله المهرجان دا يتوسع ودا ينتشر، والاعلام دا يساعد بنشر صورة السلام بالعراق اللي هي كانت مندثرة وكانت كلش متقوقعة بفكرة الثقافة السلبية وثقافة العنف وثقافة العداء بالعراق. شباب العراق يبعث رسالة حب من هذا التجمع الكبير إلى كل العالم، شبابنا رواد السلام.